وقت النوم. اقترب وقت النوم. أوشك بيبا وجورج على إنهاء العشاء. دادي بيج. أوه آسف، أنا متعب. كان يوماً طويلاً. أنا وجورج لا نريد النوم مطلقاً. هل نلعب في الحديقة؟ اقترب موعد النوم. أنا ألعب بالخارج لفترة قليلة جداً. أرجوك يا أمي، أرجوك يا أبي. أوه حسناً، عودا قبل موعد الاستحمام. لا أعلم من أين يأتيان بكل هذه الطاقة. بيبا وجورج يلعبان آخر لعبة بالخارج قبل موعد النوم. انظر يا جورج، الكثير من برك الطين. بيبا وجورج يرتديان أحذيتهما، سوف يقومان بالقفز في برك الطين. بيبا تحب القفز في برك الطين. جورج يحب القفز في برك الطين. انظر، أكبر بركة طين في العالم. يا لها من بركة كبيرة. بيبا، جورج، وقت الاستحمام. أبي، أمي، لقد وجدنا أكبر بركة طين في العالم. يمكنني رؤيته. هيا للحمام. أوه، أنا ألعب بالخارج لوقت أطول. لا، إنه وقت الاستحمام. أتشعران بالنعاس أنت وجورج؟ لا يا أبي، نحن لا نشعر بالنعاس على الإطلاق. بيبا وجورج قد لا يشعران بالنعاس، لكن أشعر به. وأنا أيضاً. قبل وقت النوم، بيبا وجورج يستحمان. بيبا تحب رش الماء، وجورج يحب رش الماء. بيبا وجورج يحبان رش الماء. يكفي رش الماء. لترتدي ملابس النوم. ألا يمكننا البقاء في الحمام لوقت أطول؟ انتهى وقت الاستحمام، حان وقت غسل الأسنان. قبل النوم، بيبا وجورج يغسلان أسنانهما. حسناً، يكفي هذا الغسيل. إلى النوم. أعتقد أن أسناننا تحتاج لغسيل أكثر. كونا مطيعين حتى تقرأ لكما القصة. أرحى. بيبا وجورج يحبان القصص. عندما تذهب بيبا إلى السرير، تأخذ معها تادي دائماً. عندما يذهب جورج إلى السرير، يأخذ معه سيد ديناصور دائماً. أتشعران بالنعاس دائماً؟ لا لا يا أبي، نريد الكثير والكثير من القصص. دادي بيج سيقرأ لكما واحدة، أي كتاب تريدان؟ كتاب القرد الأحمر. حسناً، سأقرأ لكما كتاب القرد الأحمر. بيبا وجورج يحبان كتاب القرد الأحمر. في يوم من الأيام. آسفة دادي بيج. في يوم من الأيام كان هناك قرد أحمر، وهذا القرد الأحمر قام بالاستحمام وغسل أسنانه وذهب إلى سريره. عندها خلد إلى النوم بسرعة. ليلة سعيدة أيها القرد. بيبا وجورج نائمان. ليلة سعيدة، نوما هنيئا. الآن بيبا وجورج نائمان. مامي بيج ودادي بيج سوف يشاهدان التلفاز قليلاً. والآن حان وقت سيد بطاطس العظيم. كنت أتطلع لمشاهدة هذا البرنامج. سيد بطاطس العظيم مستعد للتحرك دوماً، يركض بسرعة، يقفز عالياً، ولا ينام أبداً. إنه وقت نوم بيبا وجورج، ويبدو أنه وقت نوم مامي بيج ودادي بيج أيضاً. جولة الدراجات. إنه يوم مشمس ولطيف. بيبا وجورج ينهون فطورهم. اليوم مناسب لجولة بالدراجات. جولة الدراجات. هي! بيبا وجورج يحبان جولات الدراجات. بيبا لديها دراجة. جورج دراجته ثلاثية. الأم والأب دراجاتهما مزدوجة. ما هذا يا أبي؟ إنها دراجتنا.
أنا أجلس بالأمام ومامي بيك تجلس بالخلف. ويمكننا وضع هذين المقعدين بالخلف لبيبا وجورج. لكننا نريد الذهاب معكم بدراجتنا. جورج ما زال صغيراً، قدمه ستتعبان جداً. لكنني فتاة كبيرة، لن أتعب أبداً. ستكون جولة طويلة بالدراجة، أمتأكدة؟ أجل يا أبي، متأكدة. حسناً، أنحن جاهزون؟ أجل دادي بيك. هيا لنذهب يا رفاق. أنا الفائزة. إنه ليس سباقاً بيبا، نحن فقط نتجول بالدراجة. أجل يا أبي، أنا ما زلت الفائزة. الآن نحن الفائزون. لا أحب القيادة صعوداً. بيبا، لقد فزنا بالسباق. لا، لم تفعل يا أبي، لأني لم أكن أسابق هذه المرة فعلاً، لكن الآن أفعل. لن تلحقني. يا لك من طفلة مخادعة. أهلاً يا بطاط، نحن نتجول بالدراجات. أهلاً يا بط. كنت أنسى كم أحب الدراجات. كنت أنسى كم أكره القيادة لأعلى الجبل. الأرض منحدرة بعض الشيء. لا أحب القيادة لأعلى الجبل، لكن انظروا للمنظر الجميل. يا إلهي، هذا عمل شاق. مامي بيج، توقفت عن التبديل. آسفة، كنت أستمتع بالمنظر. بيبا وعائلتها وصلوا لأعلى الجبل. كل أصدقاء بيبا هنا. أهلاً بيبا. مرحباً. سوف نتسابق بدراجاتنا. بيبا، أتريدين التسابق أيضاً؟ حسناً، طالما أننا سنتسابق أسفل الجبل. حسناً. بيبا وأصدقاؤها يتسابقون لأسفل الجبل. أنتم مستعدون؟ مستعدون. يمكنكم البدء بعد الضغط على البوق، هكذا. بيدرو انطلق مبكراً. توقف يا بيدرو، السباق لم يبدأ بعد. آسف دادي بيج. كنت فقط أخبركم أن البوق صوته هكذا. آسف يا بيدرو، كانت غلطتي هذه المرة. عندما أطلق البوق ثانية، انطلقوا. هل قال انطلقوا؟ أعتقد انطلقوا. انطلقوا. هيا يا بيبا. لكن يا أبي، أنت لم تطلق البوق. الكلب داني في المقدمة. انتظروني. أنا فزت. أحسنت يا بيبا. أجل، أنا ماهرة بالقيادة لأسفل الجبل. حان وقت رحيل أصدقاء بيبا. إلى اللقاء يا بيبا. وداعاً. وقت رحيلنا أيضاً يا بيبا. أمي، أنا متعبة جداً. كل تلك القيادة لأعلى ولأسفل قد أتعبت قدمي جداً. أيمكنني ركوب دراجتكم؟ لكن أين سيجلس دادي بيج؟ أبي يمكنه ركوب دراجتي، إنها جميلة جداً. أوه، حسناً. أحب العجلة المزدوجة. أبي، أتعجبك دراجتي؟ أجل يا بيبا، إنها جميلة. الصديق الخيالي. الحمل سوزي جاءت لتلعب مع بيبا. أهلا بيبا. أهلا يا سوزي. هذا صديقي الجديد، الأسد ليو. أين هو؟ لا يوجد أحد. اختلقت سوزي صديقا خياليا. ألا يمكنك رؤيته يا بيبا؟ هيا لنلعب بالكرة. حسنا، دورك يا ليو. تلقي بيبا الكرة لصديق سوزي الخيالي. ليو لا يمكنه مسك الكرة. بل يمكنه، إنه فقط لا يحب اللعب بالكرة. ماذا يحب أن يلعب ليو؟ إن ليو يحب الزئير. وهل سوف يزأر الآن؟ أجل. رار. ألم يكن هذا أنت؟ لا، كان هذا ليو. أهلا
يا ليو. بيبا تتظاهر أنها ترى الأسد ليو. ليو، أيمكنك أن تصبح صديقي أيضاً؟ ماذا قال لك يا سوزي؟ إنه يومئ برأسه. هذا يعني أجل. بيبا، سوزي، أتودني الحصول على كعكة الفواكه؟ لدى مامي بيج قطعتان من كعكة الفواكه لبيبا وسوزي. أمي، سوزي لديها صديق خيالي يدعى الأسد ليو. حسناً، وهل يحب كعكة الفواكه؟ ليو يحب كعكة الفواكه. لا تكوني سخيفة يا بيبا، إن هذا لم يكن ليو، كان هذا أنت. ليو يفضل كعكة الشوكولاتة. ليس لدي بالشوكولاتة، أيتناول ليو بالفواكه؟ سوف يجرب قطعة صغيرة. مامي بيج تعطي قطعة لصديق سوزي الخيالي. جورج يلعب مع سيد ديناصور. ديناصور. جورج، أنت جالس على ليو. جورج لم يكن يعلم أن سوزي اختلقت صديقا. الأسد ليو يقول إنه لن ينهي كعكته، ليتناولها جورج. هل يمكننا اللعب بالأعلى الآن؟ أجل، لنلعب لعبة التنكر. أنا كنت أسأل ليو. رار. ليو يقول إنه يحب لعبة التنكر. رائع، تعال يا ليو. بيبا وسوزي تلعبين لعبة التنكر. بيبا سوف تصبح جنية. سأحقق لك أمنية واحدة. أمنيتي هي أن أصبح الملكة سوزي. والأسد ليو سوف يصبح مهرجاً. لا يريد أن يكون مهرجاً، يريد أن يكون الملك. ها هو دادي بيج. مامي بيج قالت لي لديك زائر مميز. إنها سوزي فقط يا دادي بيج. ألا يوجد أحد آخر يا بيبا؟ هناك شخص آخر، الملك الأسد ليو. رار. تشرفت بمعرفتك أيها الملك ليو. يتظاهر دادي بيج أنه يرى الملك ليو. أيمكنني القول إن لبدتك الذهبية رائعة؟ أجل، إنها رائعة جداً، ويرتدي أفضل بنطال أحمر لديه. أجل. وأيضاً سترته الزرقاء. بيبا المضحكة، ليو لا يرتدي سترة زرقاء، يرتدي قميصه الأخضر المفضل. لونه أخضر مائل للزرقاء. بيبا، سوزي، أصدقاؤكم هنا. أصدقاء بيبا وصلوا، جميعهم يرتدون أحذيتهم. لنقفز في برك الطين. أجل. أواثقة أن ليو يمكنه القفز في البرك دون حذائه؟ أوه، نسيت، ليو يرتدي حذاءه أيضاً. انظروا إلى ليو، يقفز لأعلى ولأسفل أيضاً. الجميع يحب القفز في برك الطين، حتى الأصدقاء الخياليون. يوم خريفي عاصف. اليوم بيبا ستذهب إلى الحديقة. إن الجو بارد جداً. أجل بارد. بسرعة لنرتدي ملابسنا الدافئة. في البرد، بيبا وعائلتها يرتدون قبعاتهم وأوشحتهم ومعطفهم. سأغلق السقف. نظام التدفئة. هل تشعرون بالدفء؟ أجل دادي بيج. هيا بنا نذهب. ها هي الحديقة. وصلنا. مرحبا. أمي، لما كل أوراق الشجر حمراء وصفراء؟ لأنه وقت الخريف يا بابا. في الخريف يكون الجو بارداً وتتغير ألوان الشجر. توجد رياح، لنلعب كي نبقى دافئين. دوري. لم أقصد أن تذهب في هذا الاتجاه. الرياح تحرك الكرة بعيداً. إن الكرة في البركة. سوف أستخدم العصا لسحبها. أبعد قليلاً يا أبي. احذر يا دادي بيج. لا تقلقي، أوشكت على إمساكها.
أبي، هل المياه باردة؟ بعض الشيء. دفعت الرياح الكرة خارج البركة. لحسن الحظ. أجل، لحسن الحظ. إن الرياح تشتد أكثر، أمسكوا بقبعتكم. لا، أطاحت الرياح بقبعة جورج. لا تقلق جورج، دادي بيك سيلحق بقبعتك. أسرع يا أبي. انظروا، إنها على هذه الشجيرة. سأتسلق وأحضرها. إن الشجيرة أصغر من أن تتحمل وزنك. إذن كيف سنحضر قبعة جورج؟ بسيطة، سأهز الشجرة قليلاً. ها، ربما لو جعلتها تهتز أكثر. اعتقدت أن هذا يحدث لي فقط. هذا ليس مضحكاً. مضحك قليلاً يا أمي. فعلاً هو مضحك قليلاً. أين القبعة؟ إنها على رأسك. آه، ها هي قبعتك. أمسكها جيداً. الرياح تسقط كل الأوراق عن الشجر. انظروا إلي، اتكئوا على الرياح. الرياح قوية كي تحمل بابا. الرياح قوية كي تحمل جورج. أبي، هيا تحرك. أنا فقير قليلاً. هيا يا أبي، هذا ممتع حقاً. حسناً. الرياح قوية كي تحمل دادي بيج. أرى أن هذا ممتع. هيا مامي بيج، فلتحاولي. إن توقفت الرياح، سأسقط. الرياح لن تتوقف. الرياح توقفت. ليس مضحكاً. لا، بل مضحك قليلاً. بعد توقف الرياح، ماذا سنفعل؟ ما هي لعبتك المفضلة؟ أحب أن أقفز في برك التين، لكن لا توجد أي برك، فقط أوراق الشجر الجافة المملة. وماذا ستفعلين بالأوراق الجافة؟ لا أعلم. فلتقفزي عليها. دادي بيج يحب القفز على أوراق الشجر. بابا تحب القفز على أوراق الشجر. الجميع يحب القفز على أوراق الشجر. هذا أفضل يوم خريفي حدث. ممر التنزه. اليوم بيبا وعائلتها سيذهبان إلى الريف. أبي، ما الذي سوف نراه في الريف؟ سنرى طيوراً وأشجاراً وزهوراً ونحلات. ديناصور. لا يا جورج، لا أظن أننا سوف نرى ديناصورات. هذه هي بداية ممر التنزه. لقد وصلنا. مرحى. دادي بيج، لا تنسى وجبتنا. لن أنسى أبداً. أبي، كيف سنعرف إلى أي طريق نذهب؟ بسيطة، الخريطة تقول هناك علامة توضح بداية ممر التنزه. واضح؟ أحسنت يا دادي بيج. يا للهول، نسي دادي بيج إحضار الطعام. بيبا، ما الأشياء المثيرة التي ترينها؟ فقط أشجار وأشجار والمزيد من الأشجار المملة. يبدو أنك لا تنظرين جيداً. حسناً، سوف أنظر جيداً، لكن سأظل لا أرى أي شيء. أوه، ما هذا؟ بابا وجدت أثار أقدام. أثار أقدام من هذه؟ ديناصور. بالطبع لا يا جورج، ليست أثار أقدام ديناصور. لنتبع الأثار ونرى من سببها. أجل. علينا أن نظل هادئين كي لا نخيف أي شيء ونبعده. أجل يا أمي. جورج. بيبا وجورج يتتبعان أثار الأقدام. انظروا، أثار الأقدام لطائر صغير. لقد طارت إلى شجرة. أين هي؟ هنا يا بيبا، انظري عبر المنظار. المنظار يكبر كل شيء. يمكنني رؤية واحد، اثنان، ثلاثة طيور صغيرة. أتساءل ماذا يأكلون؟ إنهم يأكلون
دون الديدان. إن هذا مقرف جداً. جوج وجد آثاراً أكثر. يا لها من أقدام صغيرة. آثار الأقدام تلك سببها النمل، إنهم يجمعون أوراق الشجر للأكل. هل سيأكلون السلطة على الغداء؟ أجل. بالمناسبة، لنتناول الطعام. وجبتنا. دادي بيج، تركت وجبتنا بالسيارة صحيح؟ أجل، لا مشكلة، سنعود للسيارة كي نأكل. بأي طريق هي السيارة؟ خريطتي سترينا. هذا الطريق. من أين أتت هذه الشجرة؟ ليست على الخريطة. دادي بيج، لقد تهنا، أليس كذلك؟ أجل. كيف سنجد سيارتنا الصغيرة؟ جوج وجد آثاراً أكثر. يا لها من أقدام كبيرة. ديناصور مثير للاهتمام. ماذا؟ هل وجد جورج آثار أقدام ديناصور حقيقي فعلاً؟ لا، هذه آثار أقدامنا. وإن تتبعنا آثار أقدامنا، سنجد طريق عودتنا للسيارة. ولوجبتنا. مرحى. لا شيء سيوقفنا عن إيجاد سيارتنا الآن. سنعود بسلام. لم أكن أتوقع هذا. لحسن حظي تذكرت المظلة. المطر يزيل آثار الأقدام. كيف سنجد سيارتنا الآن؟ ووجبتنا. إنها البطاط، يظهرن دوماً عندما نقوم بالتنزه. آسف يا بطة، ليس لدينا وجبة هذه المرة. لا يمكننا إيجادها. عرفت، سيدة بطة، أتساعديننا في إيجاد وجبتنا أرجوك؟ لقد وصلنا. مرحى. شكراً سيدة بطة. أنا أحب ممر التنزه. أجل، وأنا أحب الطعام والتنزه. والبطاط تحب الوجبات. والطيور الصغيرة تحبها. والنمل يحبها أيضا. نحب التنزه والوجبات. جورج يصاب بالبر. اليوم ممطر بعض الشيء. جورج، ارتدي ملابس المطر. عندما تمطر، بيبا وجورج يرتديان ملابس المطر. يا جورج لا يحب ارتداء قبعة المطر. جورج، عليك ارتداء قبعتك. لماذا؟ لأنه عليك أن تظل جافاً. لماذا؟ كي لا تصاب بالبرد. لماذا؟ جورج، أتريد اللعب في الحديقة؟ إذاً لا تخلع قبعتك. هيا يا جورج. بيبا وجورج سيقفزان في برك الطين. يا جورج لا يريد ارتداء قبعة المطر. بيبا جورج، عودا للداخل، إن المطر كثيف جدا، لا يمكن اللعب. يا جورج، أين قبعتك؟ أصيب جورج بالبرد. جورج المسكين، لا تبدو على ما يرام. لا تقلق، سأهاتف دكتور براون الدب. دكتور براون الدب يتحدث. حسناً، ضع جورج بالفراش وسوف آتي على الفور. أشكرك يا دكتور براون الدب، إلى اللقاء. هل سيذهب جورج إلى المستشفى ويأخذ أدوية علاجية؟ لا، جورج عليه الذهاب إلى الفراش. إذن جورج ليس بالفعل مريضاً حقاً. أتشو! إن هذا مقرف جداً. جورج المسكين، هيا إلى الفراش. جورج، امكث في الفراش لبعض الوقت. لا، جورج لا يريد أن يبقى في الفراش. أتشو! جورج، إلزم الفراش حتى تشعر بتحسن. لماذا؟ لأنه عليك البقاء دافئاً. لأن الدكتور براون الدب قال هذا. مرحباً، أين هو مريضي؟ افتح فمك وقل جورج قلق بعض الشيء. بيبا، أنت كبيرة وشجاعة، هيا أري جورج كيف يقول
بالطبع. إن جورج مصاب بالبرد. هل يحتاج جورج لدواء؟ لا، لكنه يحتاج إلى بعض من الحليب الدافئ كي يساعده على النوم. شكراً لك يا دكتور. على الروح، إلى اللقاء. ظل جورج بالفراش طوال اليوم. الآن موعد نوم بيبا. جورج، أتحسنت؟ جورج لم يتحسن. جورج، أرجوك لا تعطس بصوت عال. هذا غير معقول. جورج، تفضل الحليب الدافئ لكي تنام. إن الحليب الدافئ يشعر جورج بالنعاس الشديد. طابت ليلتكما يا طفلي الصغيرين. إن المكان هادئ وجميل. إنه الصباح. جورج حظي بنوم هنيء. تحسن جورج. تعالوا جميعاً، إنه يوم لطيف ومشمس. جورج يرتدي قبعة المطر، لا يريد أن يصاب بالبرد ثانية. أوه جورج، لا تحتاج لارتداء قبعتك. لماذا؟ لأن الجو حار ومشمس. لماذا؟ جورج، هل توقفت عن قولي لماذا طوال الوقت؟ لماذا؟ تحسن جورج بالتأكيد. كبسولة الزمن. بيبا وأصدقاؤها في ملعبهم. اليوم سوف نصنع معاً كبسولة الزمن. ما كبسولة الزمن؟ كبسولة الزمن هي التي سوف تري الناس في المستقبل كيف عشنا. كيف؟ سنضع أشياء في الصندوق وبعدها سوف ندفنه في حديقة المدرسة. هل ستكبر؟ لا يا سوزي، ستظل في الأرض لسنوات عديدة. ما الأشياء التي نضعها في الداخل؟ مجلة. جميل جداً يا بيبا. موسيقى؟ جميل يا سوزي. لعبة. ناي. عملة. طوابع. جزرة. أنت تحبين الجزر، صحيح ريبيكا؟ أجل. تلك الأشياء ممتازة لتعبر عن حياتنا اليومية. سيدة جزال، كيف سيكون المستقبل؟ كيف تعتقدين أنه سيكون؟ أعتقد في المستقبل سأعيش على القمر. وكل أصدقائي سوف يأتون لزيارتي. وأنا سأقود صاروخاً فضائياً. مرحباً. الآن سنسجل رسالة للأشخاص في المستقبل. قولوا مرحباً بالمستقبل. مرحباً بالمستقبل. ربما أنتم تعيشون على القمر الآن وستذهبون في رحلة للمريخ وتتجولون بالأنحاء بالصاروخ. رائع. حان وقت الرحيل وجميع الأهالي وصلوا. أمي، أبي، لقد صنعنا كبسولة زمن. دادي بيج، جئت في وقتك لمساعدتنا في الحفر. أجل بالطبع. دادي بيج يحفر حفرة في حديقة المدرسة لكبسولة الزمن. ها هي. أيمكننا إخراجها الآن؟ سوف تظل مدفونة لسنوات عديدة. لا أريد الانتظار هذه المدة. بيبا، أنت مثل والدك عندما كان صغيراً. حقاً؟ أجل، أنا أتذكر عندما كنت معلمته. هل قمت بتعليم والدي؟ أجل، لقد علمت كل أمهاتكم وأبائكم، صحيح؟ أجل سيدة غزال. عندما كان آباؤكم أطفالاً، صنعوا كبسولة زمن أيضاً. أجل، دفناها بجانب شجرة صغيرة.
أنخرجها؟ أجل، أعتقد أننا دفناها هنا. أوه، اعتقدت أنها شجرة أصغر. آه، كان ذلك منذ وقت طويل. كبرت الشجرة عبر الزمن. وجدت شيئاً، كبسولة زماننا القديمة. مرحبا. متشوق لفتحها. تراجعوا يا أطفال. حسن سيدة غزل. والآن ماذا لدينا هنا؟ مجلة قديمة. مجلاتي المفضلة. لعبة معدنية. لعبتي المفضلة. موسيقى. اسطوانتي المفضلة. وجزرة قديمة جدا. هذه لي. اختيار موفق أمي. وشريط فيديو لأمهاتكم وآبائكم في الصغر. من هذا الطفل الصغير بالنظارات؟ آه، هذا هو والدك، وهذه أنا. مرحبا بالمستقبل. كان صوتك رفيعا جدا. ربما تعيشون على القمر الآن. أبي الصغير مضحك. صنع كبسولات زمن أمر ممتع، وإيجادهم هو أكثر متعة. بركة القوارب. إن البط يسبح في البركة. إنهم سعداء جداً. ها هما بيبا وجورج، ومعهما مامي بيج ودادي بيج. أهلاً يا بط. البط يريد الخبز. متأسفون، ليس معنا أي خبز اليوم، لكن لدينا شيء ممتع أكثر. أحضرت بيبا قاربها اللعبة، وأحضر جورج قاربه اللعبة. لندور مؤقت قاربك. قارب جورج يعمل بمؤقت. أسرع يا جورج، ضع القارب في البركة قبل أن ينتهي المؤقت. جورج يحب قاربه ذا المؤقت. يا أمي، أتدورين لي المؤقت؟ قاربك لا يحتاج للتدوير. إن قارب بيبا بشراع، الرياح تقوم بتحريكه. أنا لا أحب قاربي، إنه لا يفعل أي شيء. لأنه لا يوجد أي رياح اليوم. يحتاج بعض المساعدة. شهيق، زفير، سأنفخ قاربك ليتحرك. مرحى. لقد تحرك بسرعة. بيبا تحب قاربها الشراعي. هذه صديقة بيبا، الحمل سوزي. مرحبا جميعا. أهلا يا سوزي، نحن نلعب بقواربنا. أحضرت قاربي سريع. أيعمل بمؤقت؟ لا، إنه ببطاريات. يحتاج قارب سوزي بطاريات ليتحرك. القارب السريع رائع. آسفة سيدة بطة. هذا هو الكلب داني مع جرانداد دوغ. مرحبا جميعا. أهلا يا داني. جدي صنع لي قاربا بمجاديف. أظن هذا رائعا. كيف يعمل؟ بقوة البخار. أنا فقط أدفع هذه الذراع. يا له من قارب رائع. ها هي الأرنبة ريبيكا مع والدتها. مرحبا جميعا. أهلا يا ريبيكا، نحن نلعب بقواربنا. أتمنى لو كان لدي قارب. الأرنبة ريبيكا لا تملك قاربا. أنا لدي فكرة، لحسن الحظ أحضرت جريدتي معي. أحتاج فقط لصفحة واحدة. أي صفحة نزيلها؟ الأخبار؟ الرياضة؟ الموضة. ليست صفحة الموضة. سأستخدم صفحة التجارة. عندما كنت صغيراً اعتدت أن أطوي الجريدة بهذا الشكل. ما الذي يفعله دادي بيج؟ كي أصنع قارباً ورقياً. صنع دادي بيج قارباً ورقياً. شكراً دادي بيج. يريد جورج قارباً ورقياً أيضاً. يمكنني التخلي عن صفحة الرياضة. أحصل على قارب. وأنا.
أنا. بالطبع. يصنع دادي بيك قوارب ورقية للجميع. لنتسابق. إنها فكرة جيدة. شهيق وزفير ثم ننفخ قواربنا الورقية. فليأخذ الجميع نفساً عميقاً. استعدوا، اثبتوا، انفخوا. لدينا فائز. من أخذ صفحة الرياضة؟ هذا قارب جورج. جورج هو الفائز. مرحبا. أحب القوارب، لكنني أفضل القوارب الورقية. وقت العودة للمنزل. حظي الجميع بوقت رائع. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا بط، أراكم قريبا. استمتع البط بالقوارب، لكنه يفضل الاستمتاع بالبركة بمفرده. ساعة الوكواك. إنه صباح الباكر. مامي بيج ودادي بيج ما زالا نائمين. ماذا؟ حان وقت النهوض. ما زال الوقت مبكراً. أتعلمين ما الساعة الآن؟ لا يا أبي، إن ساعتنا لا تعمل. يا إلهي، يمكننا إصلاحها. ساعة الوقواق. لما تسمى بالوقواق؟ بها طائر خشبي بالداخل يدعى وقواق. لم أرى الوقواق من قبل. هذا لأننا توقفنا عن تشغيله منذ مدة. الوقواق أصبح مزعجاً. أيمكننا تشغيله مجدداً؟ حسناً. دادي بيج يقوم بتشغيل ساعة الوقواق. دادي بيج يضبط الساعة للوقت الصحيح. إنها تقترب من التاسعة. أبي، أيمكن أن نرى الوقواق؟ سترين الوقواق قريباً. وكيف يبدو شكله يا أبي؟ الآن دعيني أفكر. يحرك رأسه هكذا ويرفرف بأجنحته هكذا وتقول كوكوكو يا لك من وقواق صغير يا جورج. انظروا، هناك شيء ما سيحدث. واو. جورج المضحك، لقد فاتك الوقواق. الوقواق كان مذهلا جدا. كان يقول كوكو ولقد فاتك. لا تقلق يا جورج، ما زال يمكنك رؤية الوقواق. عليك الانتظار، الوقواق يخرج كل ساعة. الانتظار ممل جدا. هيا يا جورج لنلعب بالخارج. جورج لا يريد اللعب بالخارج، إنه ينتظر رؤية الوقواق. إنها تقترب من العاشرة. جورج انتظر الوقواق ما يقرب الساعة. جورج تعال والعب، سيد ديناصور يريدك أن تلعب أيضا. جورج فاته الوقواق ثانية. لا تقلق يا جورج، لما لا تلعب في الحديقة؟ وسأناديك حين يحين وقت رؤية الوقواق. دورك يا جورج. إنها تقترب من الحادية عشرة. وقت رؤية الوقواق. أسرع يا جورج كي لا يفوتك الوقواق. جورج يركض أسرع من كل مرة ركض فيها. جورج أرأيت الوقواق؟ كوكو كوكو كوكو. بيبا وجورج يحبان لعبة الوقواق. وقت النوم. بيبا وجورج يشعران بالنعاس. كوكو. بيبا وجورج نائمان. هل حل الصباح فعلا؟ لا، وقت النوم. يبدو أن بالوقواق شيئا. يحتاج للنوم مثلكما أنت وجورج. ليلة هادئة. ليلة هانئة يا صغاري.
كيف نجعله يتحسن؟ سنشغله مثل دادي بيج. مامي بيج ودادي بيج ناما بسرعة. ماذا؟ أمي، أبي، لدينا شيء نريه لكما. جعلنا الوكوكا يعمل. يوم نزهة تيدي. بيبا وعائلتها سيخرجون اليوم. دادي بيج أعد لنزهة. بيبا، جورج، أجهزتما أشياءكما؟ أجل، أنا سأحضر تيدي ديناصور. يجب عليكما الاعتناء بألعابكما. أجل أمي. أنتم جاهزون؟ أجل دادي بيج. إذن هيا نذهب. ديناصور. لقد نسي جورج سيد ديناصور. أوه جورج، عليك الاعتناء أكثر بالسيد ديناصور. ديناصور. أجميعكم متأكد أننا لم ننسى شيئاً آخر؟ أجل دادي بيج. أوه تيدي، لقد نسيت تيدي. أين تركت تيدي؟ أنا أعتقد على طاولة المطبخ. بيبا، يجب عليك الاعتناء أكثر بتيدي. تيدي. ها نحن ثانية. جاهزون؟ أجل دادي بيج. هيا بنا. هذه منطقة التنزه. وصلنا. مرحبا. أحب منطقة التنزه هذه، إنها هادئة وآمنة. الحمار الوحشي زوي ووالدها سيد حمار ساعي البريد. أهلا سيد حمار وحش، أجلبت لنا البريد. لا توصيلات اليوم، إنه يوم عطلتي. نقوم بنزهة للغداء. ونحن أيضا. لما لا نقوم بنزهة واحدة كبيرة؟ أجل. يا لها من نزهة رائعة. أيمكن لي وجورج أن نغادر الطاولة ونلعب مع زوي؟ أجل بيبا. زوي، لقد أحضرت تيدي. وأنا أحضرت قردي. ديناصور. لدي لعبة أدوات النزهة، لنلعب النزهة. أوه، إنه البط، إنه يظهر دوماً عندما نقوم بالتنزه. لدينا عصير تخيلي. ولدينا كعك تخيلي. إنه كعك تخيلي جميل. يا إلهي، لا يريد البط كعكاً تخيلياً. حسناً، وهذا يعني المزيد للقرد وللسيد ديناصور وتيدي أيضاً. لذيذ. القرد يقول أفضل كعكة على الإطلاق. بيبا، جورج، وقت العودة. إلى اللقاء يا زوي. إلى اللقاء. أأنتم جاهزون؟ أجل دادي بيج. وقت العودة لنا أيضاً زوي. حسناً أبي. أكواب، أطباق، قردي، تيدي. أوه لا، هذا ليس مكانك يا تيدي. بيبا نسي تيدي مجدداً. بيبا وعائلتها وصلوا. اكتفيت من القيادة، كل ما أريده الآن الراحة ورفع قدمي ومشاهدة بعض. تيدي، لقد نسيت تيدي. أوه بيبا، الآن دادي بيج عليه القيادة ليعود إلى منطقة التنزه. أجل بالطبع. سيد حمار وحشي، ساعي البريد. لقد ظننت أنه يوم عطلتك. إنه يوم عطلتي، لكن زوي لديها توصيلة خاصة للآنسة بيبا بيج. تفضلي يا بيبا. ما هذا؟ إنه تيدي. لقد نسيت تيدي هناك، لذا أحضرناه للمنزل. شكرا زوي. تيدي حظي بيوم مثير بالخارج، لكن بيبا عليك حقا الاعتناء به أكثر. أجل أمي. أنت مشاغب جدا جدا يا تيدي، عليك أن تعدني بألا تتجول وحدك مجددا. أبدا أبدا. آسف يا بيبا، أنا أعدك. المخلوقات الصغيرة.
بيبا وجورج يساعدان جرانبا بيج في جمع الخضروات. بيبا، هذا هو الخس. شكرا يا جدي. أوه، ما هذا؟ انظر، هناك وحش فظيع علي. وحش. هذا ليس وحشا، إنه مجرد حلزون. أوه، إلى أين ذهب؟ إنه يختبئ في صدفته. هذا هو مكان عيشه؟ أجل، إنه منزله. انظر، إنه يخرج ثانية. أهلا سيد حلزون. يا جدي، هل سيد حلزون لديه سرير في منزله؟ أوه لا 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 يا بيبا. لو كنت حلزونا سأمتلك سريرا وأيضا طاولة وكرسيا وثلاجة وتلفازا كبيرا. جدي، ماذا تأكل الحلازين؟ حسنا، إنها في الغالب تأكل خضرواتي. أوه، أوقف هذا أيها الحلزون الشقي. جدي، أنا وجورج سنلعب كالحلزين. يمكن للسلال أن تصبح أصدافكما. الآن تبدوان مثل الحلزون الشقي. وأنا سوف أقوم بأكل كل خص جرانبا بيج وأنهيه. أوه، ابتعد عن خصي العزيز أيها الحلزونان الشقيان. وعندما يصيح بي جرانبا بيج سأختبئ في منزلي. كل أصدقاء بيبا وصلوا. مرحبا جرانبا بيج. مرحبا يا سوزي، هل أتيتم للعب مع بيبا وجورج؟ أجل، أنا لا أعرف أين هما. لا يوجد غيري وحلزونان آخران هنا. نحن الحلزين، نحن الحلزين. مفاجأة. كنا نتظاهر أننا حلزين. أنا أستطيع أن أصبح حلزين؟ لا أعتقد أن لدينا سلالاً كافية لكم. لكن يمكنكم أن تصبحوا شيئاً آخر، شيئاً ممتعاً في الحديقة. جزر؟ تحب الأرنبة ريبيكا الجزر؟ لا ريبيكا، ليس الجزر. تعالوا إلى هنا. ما هو صوت الطنين هذا؟ إنه آتٍ من هذا المنزل الصغير. جدي، لما بيت الدمية يصدر صوت طنين غريب؟ هذا ليس بيت دمية يا بيبا، إنه بيت النحل، إنه يدعى قفير. أوه، انظري، ها هي واحدة. ما الذي تفعله؟ إنها تجمع الرحيق من الزهرة ثم تعود ثانية إلى القفير كي تحوله إلى عسل. أنا أحب العسل. هيا نتظاهر أننا نحل. أجل، هيا لنكن نحلاً. نحل نشيط جداً. أجل، نحن نحل نشيط. الآن علينا العودة إلى القفير كي نصنع العسل. يا إلهي، ماذا لدينا هنا؟ جدتي، نحن نحل النشيط. وهل يود النحل النشيط بعض الخبز؟ أجل أرجوكي. وماذا تريدون على الخبز؟ عسل. لحسن الحظ، هذا ما قمت بفعله، خبز وعسل. مرحى. أحب أن أكون نحلة لأنهم يأكلون الكثير من العسل. أحب أن أكون حلزوناً لأنه يأكل كل خص جرانبا بيج. أيتها الفتاة الشقية. دولاب اللعب. إنه وقت نوم جورج وبيبا. مهلاً، لماذا كل هذه اللعب على سريركما؟ لأنهم يعيشون هنا. سريعاً، أريدكما أن تضع اللعب في الصندوق. ولكن صندوق اللعب ممتلئ. يبدو كذلك، ربما تحتاجان لدولاب لعب. أجل، سأصنع واحداً غداً. آخر شيء صنعته دادي بيج كان هذا الرف. أنا فخور جداً بهذا الرف.
لكن يا أبي إنه متأرجح، استخدمناه كمزلاق للعب كتيدي والسيد ديناصور. حسناً، فلنشتري دولاب لعب جديد. يمكننا شراؤه عبر الإنترنت. مرحبا. مامي بيك تستخدم الحاسوب لشراء دولاب اللعب. أها، ها هو، أيهم نختار؟ أيمكن أن نشتري هذا؟ هذا يبدو مثالياً. مامي بيك تشتري دولاب اللعب. تهانئي، تم طلب دولاب لعبكم. أوه، جيد. إنه الصباح، وسيد حمار وحشي معه طرد خاص. البريد! تسليم خاص للآنسة بيبا بيك والأستاذ جورج. ما هذا؟ إنه دولاب لعب. أوه، يبدو مسطحاً قليلاً. أجل، تبنيه بنفسك. أوه، لا تقلقي يا بيبا، سيكون سهلاً جداً لوالديك أن يبنياه. وداعاً. وداعاً. والآن ماذا سنفعل؟ الآن نبني دولابكما. أجل. هذا غريب، لا يوجد إرشادات. ربما يكون بناؤه سهلاً جداً فلا نحتاج لأي إرشادات. أمي، أنساعدك؟ أجل، أولاً نحتاج الرف. إليك رفاً أخضر. شكراً بيبا، نحتاج الآن أربعة أرجل. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. أربع أرجل زرقاء. رائع، سننتهي منه بسرعة. باب أحمر يا مامي بيج. شكراً لك. الآن انتهينا. أحسنت يا مامي بيج. إنه صغير جداً، كيف يمكن أن يتسع لكل لعبنا؟ صغير بعض الشيء. أوه، وجد جورج هذه القطعة. يبدو أنه رف إضافي. وهناك أيضاً هذه القطع. يا إلهي، الدولاب صغير لأن مامي بيج لم تستخدم كل القطع. سوف نفككه الآن ونعيد بناءه. أوه، لا، لو أن معنا فقط الإرشادات. من يمكن أن يكون؟ مرحباً، لقد وجدت هذا في شاحنتي. إنها الإرشادات المفقودة، هذا سيسهل الأمر كثيراً. مرحبا. الإرشادات تبدو معقدة جداً. إنها بلا فائدة، غير مفهومة. حسناً، اتركها لي دادي بيج، أنا أستمتع بوضع القطع مع بعضها. حقاً؟ أيمكن أن نساعد؟ فلتشعل الغلاية، سأتناول كوب شاي بست قطع سكر. الكل يعد الشاي والبسكويت للسيد حمار وحشي. حان الآن وقت الشاي. واو، سيد حمار وحشي بنى دولاب اللعب. يا إلهي، كان سريعاً. أجل، ووضعت كل لعبكما به أيضاً. أوه، شكراً لك كثيراً. لا يوجد متسع لآخر اثنتين. أوه، مسكين تادي والسيد ديناصور، أين سيعيشان يا أبي؟ لما لا تطلبون دولاباً آخر في التركيب؟ أسهل. لا، أنا لدي فكرة أحسن، تادي والسيد ديناصور سيعيشان على سريريكما. ولكن يا أمي، كان هذا مكانهما من قبل. أجل، أعرف، لهذا فإنها فكرة رائعة.